النهارده بقى هنطلع بقى اللي موجود بقى تحت البلاطه والكلام ده، يعني علشان هنعمل النهارده ايس كريم الفانيليا بالبوريو. فالموضوع ده كله تقريبا هيكلف 8 او 9 جنيه، فلو انت معاك 8 او 9 جنيه خليهم معاك لان الموضوع هيستاهل جدا جدا. طيب هنجيب ايس كريم اللي هو ايس كريم دريم، ده هتلاقيه ب 7 جنيه تقريبا او ب 6 جنيه. هتجيبه بطعم الفانيليا وهتجيب واحده اوريو. طيب اللي احنا هنعمله ايه بقى؟ ان احنا هنجيب الصينيه دي ولا مش عارف دي اسمها ايه. وعايز اقول لك حاجه يا صاحبي، ان انا ما لقيتش حاجه اعمل فيها الايس كريم، ففتحت النيش بتاعنا وجبت ده. فلو ماما شافتني هتعجني حرفيا وهتعمل مني بطاطس محمره. فالموضوع يستاهل لايك وشير يا جدعان، لان حرفيا ماما والله فعلا لو شافت الفيديو ده وعرفت ان انا خدت ده منها هتعمل مني بطاطس محمره. فاحنا عايزين نخلص بسرعه عشان احطه قبل ما هي تاخد بالها. طيب المفروض الكيس بيقول لك ان انت بتحط الايس كريم وتحط عليه 200 ملي ميه، 200 ملي ميه تقريبا يعني ربع كوبايه تقريبا حاجه زي كده، وده بيبقى شكله. طيب خلينا نفتحه، معيش مقص للاسف. ريحته فانيليا. حط كل ده كده هنا، كله كله كله. ونجيب ال 200 ملي ميه نحطهم هنا كده. هو تقريبا ما قالش ان انا احط سكر، قال لي انا احط سكر ولا ما قالش؟ ما قالش ان انا احط سكر، فانا مش هحط سكر. ودي بقى من عندي بصراحه، مش عارف ليه، ان انا عندي لبن بودره. فانت طبعا لو عندك لبن برده يا ريت برده احطه عشان يبقى طعمه حلو. فهحط 3 معالق لبن بودره اللي هو اللبن النيدو يعني. ولو انت عندك لبن نيدو قشطه، لو مش عندك خلاص اصلا مش لازم، بس انا هحطه يعني كايه اضافه يعني من عندي وخلاص. طيب هيبقى شكله كده. عايزين بقى نلفه بقى جامد عشان يعمل يعني قوام الايس كريم يعني وكده. فجبت دي لقيتها تقريبا ب 25 جنيه، يعني كنت جايبها عشان موضوع الايس كوفي بقى، وان انا اعمل لكم ايس كوفي برغوه والكلام ده. هنتكلم في الحوار ده في فيديو تاني، فتعالوا نجربها دلوقتي. هو شكل الموضوع كان محتاج خلاط، لان هو بس هو ما قالش انا خلاط، انا ما اعرفش والله يا جدعان، بس هو شكله تقريبا محتاج خلاط يعني، لان البتاع ما نفعتش. هي ما نفعتش، هو لازم اقلبه جامد علشان يبقى القوام بقى بتاع الايس كريم والكلام ده. اما السندوتشات دول هو يعني بدا ياخد طعم ايس كريم الفانيلا قوي يعني. فتعالوا نقلب تاني ونشوف. هو شكل فعلا الموضوع كان محتاج خلاط فعلا، وانا اللي غبي. فانا طبعا هيبقى صعب ان انا اجيب الخلاط دلوقتي والكلام ده، فهستخدم الخلاط الصغير ده. والمفروض بقى ان انا هنقل كل ده في الخلاط ده، فانا مش عارف بقى ازاي. فهحاول يعني ان انا احطه في الكوبايه، ويا رب ما نجيبش العيد. طيب نقلناه في الخلاط وباعجوبه والله العظيم يعني، لان احنا فعلا كنا هنجيب العيد. فتعالوا نجرب بقى ونشوف هل لما نعمله بالخلاط هيبقى قوامه بقى ماسك كده زي الايس كريم ولا لا. وتعالوا نشوف. انا نسيت حاجه تقريبا، ان هو اصلا لما اجي اعمل في الخلاط ده لما يجي بقى قوامه جامد، ده لو يعني فعلا بقى قوامه جامد، الخلاط اصلا هيقف، لان تقريبا القوام بتاعه مش هيكفي الخلاط الميني ده. بس يعني تعالى برضو نشوف ونشوف هيحصل ايه في الاخر. طيب وتعالوا بقى نشوف دلوقتي ايه اللي حصل. يا رب ما نجيب العيد، يا رب ما نجيب العيد، يا رب يا رب تكون ظبطت، يا رب يا رب يا رب تكون ظبطت يا رب. تعالى بقى جاي نشوف القوام بتاعه. القوام بتاعه ايه ده؟ القوام بتاعه فعلا تقل جدا. بص القوام بتاعه بقى عامل ازاي؟ هو يعني تقل عن المره اللي فاتت، بس برده مش هو برده ده القوام اللي انا عايزه، فانا هقلب تاني. بص عشان انجز كده يعني نفسي، فروحت جبت البتاعه دي لقيتها برده عندنا بتلف برده بتاعت برده مضرب. يا نهار اسود. بص عشان انجز رحت جبت البتاعه دي بتلف برده، فعشان انجز والف يعني بسرعه. والله انا حاسس ان انا عملت مجهود اصلا، كنت رحت جبت الخلاط وخلصت، فانا مش عارف بقى اللي بيحصل ده بصراحه. فيعني هنجرب برده. بص بقى يا معلم، هو ده القوام اللي انا وصلت له لحد دلوقتي. هو القوام يعني تمام مظبوط، ولكن انت لما تيجي تجربها يبقى جنبك خلاط ورايح دماغك يا باشا من اللي انا عملته ده كله. فانت الخلاط بقى واعمل يا باشا اللي انا عملته ده كله حرفيا في 5 6 7 ثواني اصلا، هتلاقيه بقى القوام بتاعه ظبط يعني. طيب نكمل بقى. هتجيب بعد كده كيس البوريو اللي انا قلت لك عليه، اللي هو هتلاقيه تقريبا بجنيه ولا بجنيه ونص. عايز تجيب اثنين برده قشطه. وهتقوم فاتحه بقى يا باشا وحاطه في كيس ثلاجه تقريبا عندك ولا اي حاجه، يعني اي حاجه عشان تكسره بيها بس يعني، فاهمني؟ اهو تقوم بقى حاطه ايه في كيس البتاع ده كده. لو انت عايز تجيب اثنين هات اثنين برده مفيش مشكله. وقوم بقى يا باشا ايه فعص بقى يا باشا واكسر بقى زي ما انت عايز بقى يعني. انا عايز بصوا فتافيت مفتفته، انا عايز الاوريو ده فتافيت مفتفته زي ما الجامعه بتعمل فيك في الامتحانات. فاكسر اكسر اكسر. بص بقى عامل ازاي، اهو ده منظرك لما تيجي تروح الامتحان. دي اللي الجامعه بتعمله فيك بالظبط وانت رايح الامتحان، فتافيت مفتفته. هتقوم بقى جايب بقى فتافيت المفتفته دي كلها، وقوم بقى حاططها يا باشا ايه على الايس كريم. هنا ده بقى موجود. قلب قلب قلب.
وافضل بقى قلب بقى يا زميلي، قلب بقى قلب 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 لحد ما ايه البوريو بقى يلف كده يا باشا في الايس كريم ده كده كله بقى، كله يا زميلي كله. الكلام ده هيبقى شكله بعد ما قلبنا. عايز اقول لك اقسم بالله يا صاحبي ان اصلا هو طعمه دلوقتي احسن من اعمله ايس كريم، اصل فرق فكر اشربه كده اصلا. طعمه جامد قوي يا جدعان، بس لازم اقاوم، لازم اقاوم عشان اكمل الفيديو، لازم اقاوم عشان اكمل الفيديو. يعني معلقه تاني بس، معلقه جامد بس خلاص بقى. بعد كده هتجيب بقى ايه قالب الايس كريم ده، في طبعا منه اشكال كتيره بقى، في بقى مربع، في مدور، في مثلث، مش عارف ايه، بس ده انا كنت جايبه. اسف يا جدعان البتاعه دي وقعت في ما علينا يعني، ده انا كنت جايبه ب 15 جنيه فانت هاته من اي حته، او لو مش عندك هات كوبايه بلاستيك زي دي كده بالظبط وحط فيها الايس كريم، وحط فيها يعني خشبيه بتاعت ايس كريم، او لو مش عندك اشتري ايس كريم بس انت جاي هيبقى التكلفه زياده، فممكن تجيب بقى ظهر معلقه مثلا وتحطها مثلا كده، تبقى انت هنا لما تيجي تخلص بقى هيبقى مثلا المعلقه تبقى كده، ولما تيجي تخلص بقى تيجي تشيلها بقى المعلقه وهي تبقى حواليها بقى يعني ايه، شوف الطريقه اللي انت عايز تجمده بيها يعني. فدلوقتي بقى هنملى بقى ده كده كله في القالب ده ونشوف بعد كده هنعمل ايه. طيب كده احنا كده مليناه كده كله، بصوا شكله بقى عامل ازاي وملى السته كلهم، وده انا كنت مستغربه جدا جدا يعني. فهنحطه بقى في الديب فريزر 24 ساعه 42 ساعه على حسب بقى يعني، لما اجي احطهم في الفريزر واطلعهم واقول لك بقى شكله عامل ازاي. فاستنى احطهم في الفريزر وارجع لك بقى. وده بعد ما سبته في الفريزر يومين بالظبط او يوم ونص، وطلع شكله عامل كده طبعا. قبل طبعا ما اطلعه حطيته في ميه دافيه علشان يفك، وده كان شكله يا جماعه كان طعمه جامد جدا جدا جدا، وما كلفناش يعني حرفيا السته دول اقل من 10 جنيه. جربها وقول لي رايك، وقول لي لو انت عندك وصفات تانية ممكن تقولها لي واعملها في فيديو. ما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب على اليوتيوب عشان نوصل ل 20,000 واحد.